الخيار. إذا عدت سلطنة عمان حمد بن عامر القرشي يقول له محافظة الشمال الشرقية. وقع بعض تنمية عمان اتفاقية الانضمام العضوية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية بهدف توفير البيانات الائتمانية للبنك وتبادل المعلومات المالية للمساعدة اتخاذ القرارات الائتمانية. كما تسهم هذه الاتفاقية في توفير بيانات دقيقة عن قدرات الراغبين في التمويل التنموي المدعوم من الحكومة للمشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الاقتصادية. انخفض سعر نفط عمان اليوم 51 سنتا ليبلغ 63 دولارا و17 سنتا للبرميل. تجد الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر ديسمبر المقبل بلغ 60 دولارا و26 سنتا للبرميل منخفضا بمقدار دولار واحد و56 سنتا عن شهر نوفمبر الجاري. مستمعي الكرام، إلى حركة التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية في ختام جلساته الأسبوعية. يوافينا بها عبر الهاتف مسعود بن سعيد المعولي. سعود، السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، وإستاذ مساء المستمعين، أهلا بكم. سعود، ماذا عن جديد السوق وأبرز المشتركات؟ شكرا جزيلا. في ختام جلسته الأسبوعية، عمليات جني أرباح شهدها السوق المالي المحلي أدت إلى تراجع المؤشر العام إلى ما دون مستوى 4080 نقطة بعد أن حافظ عدة جلسات بهذا المستوى. في المقابل أحجام وقيم التداول عكست الاتجاه نحو النشاط، تجاوزت 3 ملايين و400 ريال عماني.